Welcome into Arab Instruments website. Now we will see Makam Ajam. We will learn Makam Ajam and basic instructions for the oud. مرحبا بكم في موقع Arab Instruments. هناخد النهاردة درس في مقام العجم اللي هو في الغرب يتسمى ماجور. فهو دو ماجور. دو ري مي فا صول لا سي دو. وضع الريشة حيكون بالوضع ده. هناخد نمسك الريشة بالوضع ده في ونحبكها في الأصابع الأخرى. اليد هنا في العود لازم تكون في موقع زي ما أنا بوريلكم، والأصابع تكون يعني سلسة حتى أن الكف اليد تكون متحركة بصورة مريحة. طيب هلا الدو، في كمان دو. الدو الأول بيتسمى أكتافة أولى، الدو الثاني هو أكتافة ثانية، وفي كمان أكتافة ثالثة. يعني في عندنا دو دو دو. طيب في كمان الريشة بتقول كمان ما اللي بيتسمى تريمولو. هذا تريمولو تكتب ب تي ار. ونزولا في الجوابات، يعني حقول دا دو سي لا سول فا. جوابات من الأغاني في المقام الدو ماجور أو دو عجم اللي هي لسه فاكر. الدرس القادم.